أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل المتعلقة بتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد. أوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الواحد سيضم اختبارين شهرين، كما أكدت الوزارة أنها تستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، حيث يحصل الطالب على 30% من الدرجة الكلية للمادة، وبذلك يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد 60% من الدرجة الكلية للمادة، بينما يكون إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة.